طبعا السابق يحيى بي قلاش بنرحب بيك في البدايه، وطبعا حضور النهارده للجمعيه العموميه كعضو للجمعيه العموميه النهارده، شايف النهارده المسانده واجبه للنادي الاهلي وكلنا بنساند النادي الاهلي، وقول لي النهارده ايه اللي انت لفت نظرك النهارده في اليوم الثاني هنا للجمعيه العموميه؟ والله شوف، انا لفت نظري يعني الاقبال ووجود وجوه يمكن في الظروف العاديه حتى في الانتخابات يمكن ما كانتش حريصه على الحضور. انا بعتقد انه يعني الدافع لوجود الاعداد اللي جات امبارح واللي جات النهارده هو وجود احساس انه الاهلي كنادي كبير يعني مستهدف، وانا بتصور ان كل واحد جه سواء امبارح ولا النهارده هو جاي داعم لاستمرار حاله الديمقراطيه في هذه البلد، لانه نادي بحجم النادي الاهلي وبشعبيه النادي الاهلي المفروض انه اي ازمه بينه وبين اي اشخاص سواء في المستوى التنفيذي او لا لابد انها تحل بالحوار. انا بستغرب انه يعني جمعيه الموضوع اللائحه في النادي الاهلي بالتحديد تاخذ كل هذه الابعاد ويدفع النادي الاهلي لازمه هو لم يصنعها وليس حريص على انها تبقى تستمر تكون موجوده. انا بقول انه حتى الان المفروض يبقى في حرص متبادل يساوي حرص مجلس اداره النادي الاهلي وكثير من رموز النادي الاهلي على حل اي مشكله بالحوار، وانا بناشد الوزير خالد عبد العزيز انه يكون طرف في حل الازمه وليس جزء من هذه الازمه. العفو. كل الشكر والتقدير للاستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، واكيد استمرارا هنا لتغطيتنا الخاصه مقر النادي الاهلي بالجزيره، وان شاء الله يكتمل النصاب القانوني زي ما بنقول للاجتماع الخاص للنادي الاهلي.